انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء بالمشاركة مع المؤتمر اليورو متوسطي لتحلية المياه. ويهدف المؤتمر إلى الفعالية العلمية والتواصلية وتعزيز الحوار والتبادل المعرفي حول مستقبل تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف زيادة الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه وتعزيز الاستدامة البيئية في هذا المجال. الدولة لجأت للموارد غير التقليدية عشان تبقى مصدر للمية. الموارد غير التقليدية أهمها إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي وتحلية المية. في موضوع إعادة التدوير، إحنا دلوقتي تقريبا عندنا 14 مليون متر مكعب يوم من إعادة التدوير من مصرف المحسمة وبحر البقر وترعة الحمام اللي هتفتتح قريبا جدا، وعندنا ما يقارب من 1.3 مليون متر مكعب من مية التحلية، وخطط طموحة أن الرقم ده يبقى 2.8 في 2037. الدولة المصرية اهتمت بتحلية المياه مع التركيز على مياه الصرف الصحي، الصرف الزراعي المعالجة، لأن أصبح عندنا ضرورة حتمية في ظل نقص الموارد المائية. مطلوب أن الدولة تتوسع في المشروعات الزراعية. عندنا من أهم المشروعات اللي تم التوسع باستخدام مياه الصرف الزراعي المعالج مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، مشروعات التنمية الزراعية في وسط وشمال سيناء بتعتمد على مياه الصرف الزراعي المعالج. عندنا تقريبا 10 مشاريع ابتكارية مشاركين فيها عن طريق المهندسين والخبراء من التحلية. المواضيع في عن تعدين البحار، عن استخدام الهيدروجين الأخضر في تطبيقات التحلية، عن الطاقة النظيفة والمتجددة، وأيضا عن أهم العمليات الابتكارية في صناعة تحلية المياه.